اشتقنا لك كتير بابا. وأنا اشتقت لكم. انبسطتوا بالمدرسة؟ ايه بابا، بكرة في اجتماع بالمدرسة للأهالي والأساتذة، اصحك ما تجي. وبعد الاجتماع تشتري لنا بوزة ايه؟ شوكولا وجاتو كمان. بشتري لكم، بس بالأول بدي أشوف مين من أميراتي الحلوين بدها تبوس البابا قبل التانية. يلا روح ادرسوا بابا. باي بابا. باي. بابا، هاي اللعبة جايبة إلنا ما؟ وهي الطابة إلنا ما هيك بابا؟ لا، هاي لأنش. بابا بس هاي لعبة بنات مو لعبة صبيان، ونسيت انه أنش صبي والصبيان بدهم أسلحة. إن شاء الله تكون فهمت. هلا بدنا نضل نقلك اللي شو بدنا نعمل فيك بابا؟ انت عن جد ما بتعرف شي بالمرة بصراحة. بابا انت ما بتعرف شي بنوب، بس انت بابا واحد كتير حباب. شكرا بابا على هاللعبة الحلوة. شكرا بابا. باي باي. والله معهم حق البنات، أنا ما بعرف جيب شي مع أني شب. رحت جبت له لعبة بنت لأنش، شو رح تقول عني آرتي هلأ؟ لا عرفت جيب له هدية ولا قدرت أعتذر منه.